السلام عليكم متتبعات الوفيات الغزالة ديالي، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. رجعت لكم فيديو جديد من بعد واحد الغيبة حيت كنت عيانة شوية، ودابا الحمد لله رجعت معكم فيديو جديد اللي غادي نشارك معكم طاجين باللحم. كيجي في المذاق بحال ديال المطاعم، كيجي بحال طايب على الفاخر وكيجي بنين بزاف. بقاو معايا تابعوا الطريقه وفرجه ممتعه. ودابا نبداو على بركه الله. كما راكم تشوفوا قطعت البصله مربعات متوسطه وزدت عليهم اللحم ودرت شويه ديال الزيت، وكنضيف عليهم الملحه وفلفل احمر اللي هي التحميره وحبه كحله، وزدت حتى الخرقوم وسكنجبير، وكنزيد عليهم شويه ديال القزبر ومعدنوس مقطعين، وكنقليهم مزيان شي نص ساعه ديال الوقت مع التحراك مره مره. ومن بعد ما تقلل اللحم والبصله مزيان كنضيفوا الخضره اللي متوفره عندنا كما راكم تشوفوا على حسب الرغبه. انا قطعت واحد البطاطا على شكل شرائح وكنحط تحتها اللحم باش ما يتلصقش اللحم في الطاجين، ديك البطاطا كتشد عليه الحراق. ومن بعد ما زدت البطاطا والقرعه وشويه ديال الجلبان كنزيد الماء يكون سخون ونخليوه يطيب على نار قليله.
ودابا من بعد ما تغدينا وارتاحيت نط نوجد واحد مسمن معمر بالكبتة، نوجدو الكوطي وفي نفس الوقت عشاء. كما راكو تشوفو قليت البصلة مزيان وزدت عليهم الكبتة اللي طحنتها غير في مولينيكس، وضفت عليهم شوية ديال حبة كحلة وفلفل احمر والملحة على حسب الذوق، وكنشحرهم مزيان ونخليوها تبرد عاد تنعمرو بها المسمن ديالنا. المهم في هذا الفيديو ما كان غير الشهيوات، عرفتوا فاش كنت مريضة كاع ما كنت كنطيب والشهية ما كايناش، ايوا غير انا نضرا وبلي جاني على الطياب وبقيت غير كنتشهى ونطيب كما راكم تشوفوا في هذا الفيديو. ودابا من بعد ما عجنت المسمن وخليته يرتاح، ما شاركش معكم الطريقه، الكل كيعرف كيفاش يعجن المسمن. بديت كنعمر في المسمنات ديالي بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا، سهله بزاف ايوا، فرجه ممتعه. ونتلاقاو من بعد ما نسالي المسمن ونطيبه.
وها هو المسمن. بعد ما وجدناه جا زوين وبنين، وجدت معاه برادة تاي بالنعناع. نتمنى يكون الفيديو عجبكم، وكيما العادة ما تنساونيش بلي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، واللي مازال ما اشتركتش في القناة حتى هي دير اشتراك. وإلى اللقاء، فيديو جديد إن شاء الله.